صدحت الحناجر وتعالت الأصوات تضامنا مع فلسطين هنا من قلب العاصمة العمانية مسقط في وقفة تضامنية نظمتها السفارة الفلسطينية لأبناء جاريتها الذين نددوا خلالها بجرائم المحتل وأعربوا عن تضامنهم مع أشقائهم في فلسطين. تدعى أبناء الجالية الفلسطينية والعربية لدعم إخوانهم في القدس الشريف الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وفي الشيخ جراح وفي بوابات الأقصى وبوابات القدس باب العمود وسلوان وكل المدن الفلسطينية التي تهب وغزة التي تقاوم هذا الاحتلال الغاشم. هذه أقل واجب يقوم به أبناء جاليتنا الفلسطينية والعربية. وأثبتنا للعالم أجمع أن القدس توحدنا كشعوب عربية وشعوب إسلامية. المحتل حاول استفزازنا في المقدسات ولكن هذا جمع الشعوب العربية أجمع في جميع أنحاء العالم. لم يقتصر الحضور على الجالية الفلسطينية فحسب بل شارك معهم أبناء الجالية العربية والإسلامية ووضعوا أيديهم بيد أشقائهم الفلسطينيين. أقول لهم أبناء جمهورية مصر العربية معكم قلبا وقالبا اثبتوا أنتم عماد أمتنا أنتم أبطال الأمة اصبروا وصابروا ورابطوا والله إنكم لمنصورون. في الجهة المقابلة أبى العمانيون إلا أن يشاركوا أهلهم في فلسطين مصابهم وبالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطنة بسبب كورونا إلا أنهم اتخذوا من الشوارع وسيلة لإيصال صوتهم وتضامنهم. المتضامنون هنا وقفوا بصوت واحد مع شعبنا وقضيتنا العادلة منددين بجرائم الاحتلال. مازن بن حميد المحفوظي لتلفزيون فلسطين مسقط.